يا هلا ومرحبا أعزائي المتابعين في حلقة جديدة لهذا الأسبوع. وإذا كانت هذه أول مرة تشرفني بالقناة، معك أخوك هاشم العلوي، وفي هذه القناة نتكلم عن كل شيء له علاقة في تقنية الصوت والموسيقى والهندسة الصوتية. اليوم يا جماعة راح نشوف مع بعض هذا الباكيج من شركة أرتوريا واسمه ميني فيوز ريكوردينج باك، واللي أرسل لي راعي حلقة اليوم دي جي كورنر، راح أخلي رابطهم في وصف هذا الفيديو. وكعادتنا في هذه القناة راح يكون هذا الباكيج من نصيب واحد منكم. تابعوا الحلقة للنهاية عشان تعرفون تفاصيل الدخول في السحب. قبل لا نبتدي، خلونا أول شيء نسأل حق من هذا الباكيج، من اللي راح يستفيد منه؟ في رأيي الشخصي المستفيد ممكن يكون أي واحد حاب يبتدي في مجال التسجيل الصوتي، سواء كان في مجال التعليق الصوتي أو تسجيل حلقات بودكاست أو في مجال العزف. يعني ممكن مثلا واحد يكون عازف عود أو جيتار يقدر بكل سهولة أن يسجل العزف والغناء في نفس الوقت. الباكيج فيه منه لونين، الأبيض والأسود، وسعره في وقت تسجيل هذه الحلقة هو $349. داخل العلبة بنلاقي أربعة أشياء، أولهم كرت الصوت اللي هو الميني فيوز 2، ونلاقي أيضا عندنا ميكروفون الـ CM1 وسماعات الرأس أو الهيدفون، وأخيراً عندنا وصلة طولها 3 متر من نوع الـ XLR نقدر نستخدمها لتوصيل الميكروفون بكرت الصوت، وعندنا أيضاً واير من نوع الـ USB. خلونا نشوف الأجهزة واحد واحد، وراح نمشي على التدفق الطبيعي للقناة الصوتية أو اللي هو اسمها Signal Chain، ونبتدي من نقطة البداية وهي الميكروفون. الميكروفون هو من نوع كوندنسر كارديويد، يعني راح يلتقط الصوت من الجهة الأمامية فقط، وهو راح يكون من النوع من الميكروفونات الحساسة للصوت. هذا الميكروفون ليس من أهدأ الميكروفونات الموجودة في السوق، لأن السيجنال تو نويز ريشيو هو 74 دي بي، والحد الأقصى لاستيعاب الميكروفون للصوت أو اللي هو اسمه Sound Pressure Level هو 130 دي بي. الميكروفون طبعاً راح يحتاج Phantom Power، واللي راح نقدر نشغلها أو نفعلها من خلال كرت الصوت نفسه. وعلى سيرة كرت الصوت، نشوف في الباكيج أيضاً أن عندنا كرت الصوت من نوع Mini Fuse 2، واللي من خلاله راح يكون عندنا مدخلين ممكن نستخدمهم في نفس الوقت للتسجيل، نقدر نشوفهم هنا من الجهة الأمامية. تكلمت عن كرت الصوت هذا في حلقة سابقة بالتفصيل، وراح أخلي لكم رابطها هنا على الشاشة، ولكن إذا ألقينا نظرة عليه بشكل سريع راح نشوف من الجهة الأمامية أن كل مدخل من المداخل الاثنين أقدر أتحكم فيه بمستوى الصوت اللي بيروح له من خلال عجلة التحكم هذه. وإذا راح أستخدم آلة موسيقية بدل تسجيل الميكروفون مباشرة، أقدر أوصل هذه الآلة الموسيقية بشكل مباشر هني مثل آلة الجيتار أو العود الإلكتروني، ولازم أضغط على هذا الزر اللي بيحول المدخل إلى Instrument Input. نلاحظ أيضا هني عندنا عدادات ضوئية تبين لي مستوى الصوت للعمل اللي قاعد أشتغل عليه، وهني عندنا عجلة تحكم كبيرة وهي المسؤولة عن مستوى الصوت اللي بيروح من كرت الصوت إلى السماعات الخارجية. هني راح نشوف ان عندنا عجلة تحكم صغيرة اسمها ميكس، ودورها هي مزج الصوت القادم مباشرة من المداخل الصوتية للكرت وبين الصوت القادم من جهاز الكمبيوتر او برنامج التسجيل اللي موجود على الكمبيوتر. ليش ممكن نستخدم هذه الخاصية؟ احيانا تبي تسمع صوتك وانت تسجل بشكل اعلى من الصوت القادم من الكمبيوتر، فتقدر تتحكم بمقدار المزج بين الصوتين من خلال هذه العجلة. وأخيراً عندنا هنا على اليمين مكان نوصل فيه سماعات الهيدفون، وعجلة التحكم أيضاً تساعدنا في تحديد مستوى الصوت اللي رايح للهيدفونز. بالنسبة لجودة الصوت اللي نقدر نحصلها من كرت الصوت هذا، راح تكون كحد أقصى 24-bit 192 كيلوهرتز. قبل أن نكمل يا شباب، لا تنسون أن هذه المجموعة راح تكون من نصيب واحد من المتابعين لهذه القناة، وشروط الدخول في هذا السحب جداً بسيطة.
كل اللي عليك تسويه هو أنك تكون مشترك للقناة وتعطي هذا الفيديو لايك وتكتب لي في التعليقات في شنو راح تستخدم هذه المجموعة. هل راح تستخدمها في التعليق الصوتي أو في تسجيل الآلات الموسيقية؟ كل ما زادت تعليقاتك على هذا الفيديو كل ما زادت فرص الفوز بهذه المجموعة. أوكي نكمل الحين ونشوف ورا كرت الصوت شنو المخارج الصوتية الموجودة. أول شيء نشوفه بدءا من الجهة اليسار هو مخرجين من نوع quarter inch تقدر من خلالهم توصل الكرت إلى سماعات خارجية، وعندنا أيضا مخرج لوصلات من نوع الميدي واللي من خلالها تقدر توصل الجهاز بكيبورد مثل الأرتوريا ميني فريك أو المايكرو فريك أو أي أجهزة أخرى تستخدم هذا النوع من الوصلات. وهني نلاحظ أيضا وجود USB port كمدخل إضافي عشان تستخدمه إذا احتجت مكان توصل فيه شيء يحتاج هاي النوع من المداخل. وآخر شيء عندنا وصلة USB-C وهي الوصلة الرئيسية اللي راح توصل لنا كرت الصوت بجهاز الكمبيوتر، واللي أيضا راح تعطينا قوة التشغيل أو قوة الكهرباء حق كرت الصوت نفسه. وآخر شيء عندنا هني هو سماعات الرأس أو الهيدفونز وهي من نوع الكلوزد باك. اللي عجبني في الهيدفونز أنها خفيفة ومصنوع بطريقة جيدة فراح تتم معاك فترة طويلة، والواير اللي معاها طوله جيد أيضا تقريبا 3 متر. مع كرت الصوت راح نلاقي أيضا مجموعة من البرامج اللي وفرتها لنا أرتوريا، واللي تشمل Analog Lab Intro، Delay Tape 201، Rev Plate 140، Chorus June 6، Pre-1973. وفي أيضا مجموعة أخرى من البرامج مثل Ableton Live Lite، اشتراك لبرنامج Auto-Tune Unlimited، واشتراك لخدمة Splice لثلاثة أشهر، إضافة إلى برنامج Guitar Rig 6LE. أوكي شباب، الحين خلونا نتعرف على كيفية توصيل كل شيء مع بعض. وأول شيء بنوصله هو الميكروفون بكرت الصوت. أول شيء راح نوصل الميكروفون من جهة واحدة بوصلة الـ XLR، ومن الجهة الثانية بنركب الوصلة في أول مدخل صوتي موجود على كرت الصوت. وعشان كرت الصوت يتفاهم مع الكمبيوتر راح نوصلهم مع بعض من خلال استخدام وصلة USB-C. وطبعا عشان نقدر نسمع الصوت اللي بيوصلنا من كرت الصوت أو من جهاز الكمبيوتر بنوصل الهيدفونز بشكل مباشر من الوصلة المخصصة لسماعات الرأس واللي هي راح تكون هني في كرت الصوت. إذا عندنا سماعات خارجية نقدر طبعا أن احنا نوصلها مباشرة من المخارج المخصصة لها. طبعا نقطة جدا مهمة هني، لما توصل كل شيء تأكد أن كل الأجهزة تكون مغلقة عشان ما يصير فيه أي تشويش أو أي نوع من الاضطرابات في الكهرباء نفسها اللي ممكن يؤدي بضرر إلى هذه الأجهزة. لما نبتدي نسجل لازم نتأكد من أن مستوى الصوت اللي رايح من الميكروفون إلى كرت الصوت موجود في مستوى مقبول. يعني لما أبتدي أتكلم في الميكروفون بلاحظ أن الإضاءة راح تختلف، وإذا وصلت لمستوى عالي راح يتغير لونها إلى اللون الأحمر. دائما نبي لون الإضاءة يكون في مستوى اللون الأزرق. وبهذا يا شباب وصلنا نهاية الحلقة. أشكر مرة ثانية دي جي كورنر لدعمهم لهذه الحلقة ومساعدتنا على مساعدتكم في التحسين من مهاراتكم في الإنتاج الصوتي والموسيقى. لا تنسوا مرة ثانية شروط الاشتراك في السحب. تأكد أنك تكون مشترك في القناة، تعطي الفيديو لايك، وتقول لي في قسم التعليقات في شنو راح تستخدم هذه المجموعة. وكل ما زارت تعليقاتك كل ما زارت فرص الفوز بهذه المجموعة. وإذا حابين تشوفون مزيد من الفيديوهات عن تقنية الصوت والموسيقى والهندسة الصوتية تأكدوا أنكم مشتركين في هذه القناة ومفعلين جرس التنبيهات. أشكركم جميعا وأتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.